إلى سنن أبي داود، إلى سنن أبي داود، كتاب العلم باب الحديث عن بني إسرائيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات أثبت رواه الجماعة للترمذي صاحب المصنف. قال: حدثنا علي بن مسهر وهو من الثقات، رواه أصحاب السنن وأصحاب الصحيح. قال: عن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، كان أحد يضعف بعض الضعف، ولكن ورد عن أحمد عين أنه قال ثقة، وأحمد أيضا وثقه، وذكر ابن حبان في الثقات وقال كان يخطئ. أخرج له البخاري مقرونا بغيره، وروى له مسلم متابعة وأصحاب السنن. هو صدوق، لكن جرجاني قال نعم هذا صحيح. دكتور تامر الجرجاني قال ليس بالقوي، لو عند مسلم 8 حديث متابعة، والصحيح أنه حسن الحديث. عن أبي سلمة، أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف، في قول أنه من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا عالما فقيا محدثا، كان يلازم أبا هريرة، ومن أثبت الناس في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومن السبعة، بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي صحيح الإسناد، لأنه رواه عن معاذ محمد بن مسنة من الثقات، ومعاذ أيضا أبي معاذ من الثقات، حدث قال: حدثني أبي وأبوه أيضا من الثقات الأثبات، كل هؤلاء من الرجال الصحيح. عن قتادة من نوادر الحفاظ وخيار التابعين، عن أبي حسان ومسلم بن عبد الله أبو حسان البصري، ثقة وثقة ابن معين وأحمد محمد، قال مستقيم الحديث أو مقارب الحديث، العجلي قال بصري تابعين ثقة، والذهبي قال ثقة. طبعا استخراجا على توثيق العلماء المتقدمين، وينقل ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص تأثر جدا، وكان له زاملتان من أهل الكتاب، وهذا الذي جعل الناس ينفضون من 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 مجالسه. قال: كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا عظم الصلاة، يعني الصلاة المفروضة، يعني كأنه يطيل في الحديث على عن بني إسرائيل. هنا لابد أن نقسم هذه المسألة ونفهم ما فيها فهما دقيقا. الحديث عن بني إسرائيل، الأول أن لابد أن نعلم أن بني إسرائيل واجب عليهم الإيمان بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، واجب عليهم الإيمان بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، واجب عليهم اتباعه، ويعلمون يقينا اعتقادا أن شريعته ناسخة لشريعتهم، وهم حرفوا الكلم عن مواضعه، وعلموا أن الرسول هو رسول الحق، وهو بشارة عيسى عليه السلام، ومع ذلك كفروا به، قالوا عداوته يوم الدين إلى يوم الدين، بعدما علموه قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، فالصحيح أن نقول في هذا الباب العظيم في هذا الباب، أن الأصل في الحديث عن بني إسرائيل أنه كان ممنوعا، وأن بني إسرائيل يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولأن النبي دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فوجد في يده صحيفة من التوراة، فغضب وتمعر وجهه وقال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، قد قال الله تعالى: وأخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن بني إسرائيل وعن قضايا بني إسرائيل وما يحدث لبني إسرائيل. الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل، ومن تعمد الكذب عليها فليتبوأ مقعده من النار. فيكون الكلام هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول حدثوا أباحة وأجازة التحديث عن بني إسرائيل. فالحديث عن بني إسرائيل هنا أيضا يقسم على أقسام ثلاثة.
ما علمنا كذبه، ما علمنا صدقه، ما لم نعلم كذبه ولا صدقه، ما علمنا كذبه لا يجوز روايته إلا بإظهار الكذب الذي فيه، لا يجوز روايته إلا بإظهار الكذب الذي هو فيه والتحريف الذي وقع منهم فيه. وما علمنا صدقه وما وافق به شرعنا وما وافق به شرعنا فنحن نحدث به ونبين ما وافقه من شرعنا. القسم الثالث هو المسكوت عنه، لا نعلم كذبه ولا صدقه، نحدث ولا حرج، نحدث ولا. وطبعا هذا قول أيضا لفت الانتباه إلى ذلك الإمام مالك، وهو مستقى من حديث النبي: ولا تكذبوا عليها، فمن تعمل الكذب عليها فليتبوأ مقعده من النار. يبقى إذن الذي يباح من الرواية عن بني إسرائيل والتحديث عن بني إسرائيل كما قلنا هو ما كان مرسلا، لم يعلم كذبه ولم يعلم صدقه. المرسل هذا يجوز الحديث عنه دون التصديق ودون التكذيب، ويتحرز المرء من أن يكذب على رسول الله أو يروي ما يمكن أن يكون كذبا عليه. نعم، ويكون هذا التفصيل هو التفصيل الحسن الصحيح في الرواية عن بني إسرائيل. ولا بد أن نقول في واقعنا المعاصر هنا لا يجوز لأحد أن يطلع على كتب هؤلاء حتى يتقن ما هو فيه من شريعة. يعني ما يأتي رجل يقول أنا أسمع لأهل الكتاب أناظرهم وهو خارب العقيدة وهو خاوي العقيدة، ما يجوز بحال من الأحوال. ولذلك حرم علماؤنا أن يقرأ أحد في التوراة أو في الإنجيل إلا أن يكون قد أتقن ما في القرآن واستقامت عقيدته. أكثر الإلحاد ورد من هذا، وهؤلاء الذين يشككون في الدين الناس يريدون إبعاد الناس عن حقائق دينهم. فلا بد للإنسان أن تكون له بصيرة، والبصيرة لا تكون إلا عن علم. وأهل الكتاب فيهم خبص ومكر وكيد، يكيد لهم الشيطان. لذلك وجب أن يتحصن المرء بصحة اعتقاده وأيضا إتقان علمه بكتابه، حتى إذا اطلع على أقوالهم فند ما فيه الفوائد المستنبطة. السياق من المفسرات، السياق حاكم. طب ليش قلت السياق حاكم؟ السياق حاكم لأنه عندما أقول حدثوا عن بني إسرائيل أمر ظهر أمر الوجوب، وليس هذا مراد بحال من الأحوال، ليس مرادا. والسياق حاكم أن هذا معناه أنه لا حرج وعلى الإباحة ما دمت لا تعلم الكذب الذي هو فيه. إن كنت لا تعلم كذبه لك أن تروي. السياق حاكم، الفائدة الأولى. وأيضا ساق من المفسرات لقوله ولا حرج، فهذه من المفسرات. فعل النبي تشريع، فضل مجالس العلم لا تترك إلا للواجبات المفردات فقط. فضل مجالس العلم، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما كان يترك إلا لعظم الصلاة، يعني إلا صلاة المفروضات.